الفوارق العشر بين السلطانتين هرم ومهدوران، عدوتين لدودتين. طالما تحدثنا عن عداوتهما الضارية وعن صراع القرن السادس عشر الذي ترأسته هاتين المرأتين وعن أهم الاختلافات بين السلطانتين مهدوران وهرم، سيكون أعزائي هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة، حيث سنبحر في تفاصيل كل واحدة منهن. قبل أن نواصل طبعا ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق فيه اقتراحكم. أول فرق سنتحدث عنه يكمن في أصولهما، حيث أن أصول هرم واضحة نوعا ما لكثرة المتحدثين عنها، هي روسية الأصل، ولدت في قرية روهاتين الموجودة في عصرنا في أوكرانيا. والدها قس أرثوذكسي روسي، ووصلت إلى القصر بعدما اختطفت من قبل تتار الكروم لتباع كجارية وصولا إلى حريم سليمان. أما عن مهدوران فيوجد حقيقة اختلاف حول أصلها بين من يرى بأنها جارية شركسية ومن يؤكد على أنها أميرة تنحدر من عائلة شركسية حاكمة. الشيء الوحيد المتفق عليه هو أصولها الشركسية، وبما أن أحفاد العائلة الشركسية في عصرنا يؤكدون بنشر عدة وثائق على أن مهدوران قد كانت أميرة، فإن اختلافها الأول مع هرم يكمن في رفعة نسبها إن صدق هذا طبعا. نمر الآن إلى النقطة الثانية والتي تتعلق بجمالهما. أولا ومما لا شك فيه، لا يمكن لجارية أن تصل إلى مخدع أمير أو سلطان إن لم تكن تتمتع بقدر أدنى من الجمال، وبالتالي فإن السلطانتين جميلتان. إلا أن المعاصرين لهما أكدوا مرارا على أن مهدوران قد كانت حقيقة أجمل من هرم بكثير. أسهبت عدة روايات في الحديث عن جمالها، ويقال أن سبب تسميتها مهدوران يرجع إلى جمالها، حيث يعني الجمال اللامتناهي. وصفت مهدوران بأنها تمتلك عينين ملونتين وشعرا أشقرا وغزيرا. أما هرم فرغم تشكيك الكثيرين في جمالها، إلا أن السلطان سليمان قد وصفها في قصائده بأجمل نساء العالم. وصفت بأنها حمراء الشعر تمشط شعرها على شكل ضفيرتين، وبأن عيونها ملونة، وتحت المبدأ الذي يقول جميل في كل عين من تحب. يمكن أن يكون وصف سليمان لهرم بالجمال البديع نتيجة لعشقه الزائد لها، تماما كما يمكن أن نفسر على النقيض من ذلك انقاص الكثيرين من قدر جمالها تحت مبدأ ولكن عين السوء تبدي المساوئ. جميل في كل عين من تحب ولكن عين السوء تبدي المساوئ. فسليمان بالغ في وصفها بالجمال وغيره أنقص من قدر جمالها. المهم يمكننا أن نلخص بأن مهدوران كانت أجمل من هرم، لكن لا أظن أبدا أن هرم قد كانت قليلة الجمال. نمر الآن إلى نقطة الاختلاف الثالثة، والتي تتمثل في أن السلطانة هرم قد تمكنت من إقناع السلطان بشخصيتها لدرجة أنسته في من سواها. على النقيض من ذلك لم تستطع مهدوران أن تنجح في هذا، وتمكنت هرم من إقصائها من حياة سليمان. الفرق الرابع يكمن في عدد الأطفال الذين أنجبتهم كل سلطانة، ففي الوقت الذي أنجبت فيه مهدوران طفلين للسلطان وهما طبعا اللذين وصل إلى عمر البلوغ، أنجبت السلطانة هرم على الأقل 6 أطفال. أولاد مهدوران هم الأمير مصطفى والسلطانة راضية، مع عدة روايات تشير إلى طفل آخر ربما مات مبكرا. وأما أولاد هرم فهم الأمير محمد، السلطانة مهرماه، الأمير عبد الله، السلطان سليم الثاني، الأمير بايزيد، والأمير جهانكير. وبالتالي ومما لا شك فيه فقد أنجبت السلطانة هرم للسلطان أكثر أبناء. الفرق الموالي يتمحور حول قوة شخصية كل سلطانة، ومما لا شك فيه فقد تمتعت السلطانة هرم بقوة كبرى مكنتها من تحقيق كل أهدافها في الأخير، حيث تتهم تاريخيا بأنها هي من تخلصت من الأمير مصطفى ومن الوزيرين الأعظمين إبراهيم باشا وأحمد باشا. النقطة الموالية التي سنتحدث عنها تقارن حقيقة بين ذكاء السلطانتين، حيث كانت هرم أذكى من مهدوران، والدليل على ذلك قدرتها في الأخير على إيصال أبنائها إلى العرش، كما يبرز ذلك جليا في الشجار الشهير الذي وقع بين السلطانتين والذي نقله حتى السفراء، حيث تقول روايتهم أن مهدوران قد قامت بضرب هرم بطريقة متهورة، الأمر الذي جعل السلطان سليمان يقرر نفيها، وكان هذا في شكل إرسال الأمير مصطفى إلى سنجق العرش. الفرق الموالي يتمثل في أن السلطانة هرم طبعا قد ربحت هذه الحرب، فيما خسرت مهدوران كل شيء. السلطانة هرم استمر منها النسل العثماني وصولا إلى يومنا، حيث أن كل سلاطين الدولة الذين جاءوا بعد سليمان وهرم وحتى أفراد السلالة الموجودين في عصرنا هم أحفاد لهرم. هذا طبعا فيما لا يعرف شيئا أحفاد السلطانة مهدوران، لكن طبعا ربما تواصل نسلها من السلطانة نرجس شاه
باعتبار أنها الابنة الوحيدة للأمير مصطفى التي بقيت على قيد الحياة، ومع ذلك فإن السلالة لم تستمر إلا من هرم. الفرق الموالي يتمثل في أن السلطانة مهدوران قد استطاعت حقيقة أن تحوز على حب الناس، فيما كانت هرم امرأة مكروهة. يذكر أحد السفراء أنه لم يسافر إلى أي مكان في الدولة العثمانية إلا ووجد الناس يمدحون الأمير مصطفى وأمه مهدوران، وبنفس القدر كانوا يبدون كرههم للسلطانة هورم. نمر الآن إلى نقطة أخرى اختلفت فيها السلطانتين، حيث أنهت هورم حياتها كسلطانة وماتت كسلطانة، فيما عاشت مهدوران حقيقة بؤسا كبيرا في آخر حياتها، حيث وصل بها الأمر إلى درجة لم تستطع فيها دفع إيجار المنزل الذي تسكنه، إلى أن تدخل الأمير سليم طبعا في النهاية وخصص لها بيتا ونفقة. وأخيرا نصل إلى آخر نقطة في تقريرنا، والتي تتمثل في العمر الذي عاشته كل سلطانة. حقيقة ربما عاشت السلطانة مهدوران حياة بائسة مليئة بالأحداث المؤلمة، إلا أنها عاشت حياة طويلة. توفيت مهدوران في 81 من عمرها بعد أن مات سليمان وهورم وكل أولادهما. على النقيض من ذلك ماتت السلطانة هورم في 58 من عمرها، أي أن مهدوران قد عاشت بعدها أكثر من 22 عاما. هذه هي أعزائي الفوارق والاختلافات بين السلطانتين مهدوران وهورم. هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى حقيقة أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء. نشرته المدونة الشركسية، والذي أكدت فيه على أن السلطانة مهدوران هي أميرة شركسية من عائلة حاكمة صغيرة، داعمة ما قدمته بعدة وثائق منها شجرة العائلة، وتفاصيل كثيرة عن حياة السلطانة مهدوران، ومعلومات لا تحصى ولا تعد عن أفراد العائلة العثمانية الحاكمة. فمثلا نشرت هذه المدونة عدة معلومات حصرية تم التأكيد عليها بعد ذلك من قبل الباحثين، كما نشرت عدة صور ووثائق ترتبط بالحياة الخاصة للسلطانة مهدوران. المهم، وحسب ما نشرته هذه المدونة، فإن السلطانة مهدوران هي فرد من العائلة الشركسية، أبوها هو حيدر ميرزا، وأمها هي منجي جيراي، والتي تنحدر من سلالة جيراي. كان لمهدوران التي كان اسمها ملهروب بهاري عدة إخوة وأخوات، ولقد أسمى أحد إخوتها بعد ذلك ابنته باسمها، فكانت تدعى ملهروب. كان لها ثلاث شقيقات هن فاتحات